وطن ملهوب وارض مسلوبه. عافية عليك حبيب العافية. ايش تشتغل؟ الحبيب العافية. ايش تشتغل؟ هذا خريج تربية. ها؟ خريج تربية طالب. والطالب قاعد؟ والله عطال بطال. عطال بطال ما عنده. هذا شنو هذا؟ هذا تعالي ضربوها علينا. قبل نص ساعة أنا صديتهم بيدي. شلون؟ بيدي. حط السطل عليه ودبسه. هاي صيدليت. هاي يضربونا بينهم. أنا سمعت وشفت. أنتم الآن مسوين فريق إنقاذ. يعني هذه من تنطلق. من تنطلق نركض عليها. سولف للمشاهدين. لأن هسه مرات إحنا من نسولفهم العالم مدى يصدق. من تنضرب تركض على القاع نقمز عليها بالبطانية وبعدين بالبطانية لو بالسطل. بطانية مبللة لو بالسطل. حطها هيك. خلاص. نجمع بها ناخذها. انتوا هاي شلون تعلمتوا هاي الاساليب اثناء تواجدكم؟ قريتوا عليها؟ ما بالنسبة لي شفت الموجودين وسويت مثلهم.